الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين حرفياً جبارين، كل أدوات المائدة تقريباً بيصنعوها من البورسلين بخلاف الهدايا والإكسسوارات. بورسلين شديد الجودة والنقاء، شفاف بجد، وقوة تحمله مبهرة. اللي أسس الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين هو المسال المصري العالمي فتحي محمود سنة 1948، صاحب تمثال طلعت حرب عروسة البحر بمحافظة الأسكندرية، يعني تاريخ عظيم ومشرف. والنهاردة بيمتلكوا أضخم مصانع البورسلين في الشرق الأوسط، وبيصدروا ل 55 دولة، وبينتجوا 80 طن بورسلين يومياً. تعالوا نقابل محمد عبد الرؤوف مدير القطاع الفندقي في الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين. أستاذ محمد عبد الرؤوف مدير القطاع الفندقي في المصرية الألمانية للبورسلين. فتحي محمود، نشد خط، الناس كلها عارفة يعني ايه بورسلين فتحي محمود، صح ولا لا؟ الحمد لله طبعا. احنا مصانع من سنة 48 بنصدر لاكثر من 50 دولة، ايه سر التميز؟ عايز اعرف. هو السر دايما في التطوير، اي مصنع عشان يقدر ينجح ويكمل لازم يكون بيطور. الصناعة دي صعبة، عمالة كثيفة، عمالة كثيفة. المصنع فيه 4000 عامل، صح؟ مصنع 4000 عامل. طبعا هي قصة كفاح زي ما حضرتك قلت، من 1948. دي صناعة يعتبر أسسها المسال فتحي محمود في بداية الثمانينات. عمل مصنع في اسكندرية للبورسلين، الخامة الأعلى من السيراميك، كان عنده نظرة للتصدير فأخذ المكان ده في اسكندرية. المصنع من الثمانينات لحد دلوقتي مر مراحل تطوير كبيرة جدا. الأستاذ سيد فتحي محمود اللي هو رئيس مجلس الإدارة الحالي خد بقى على عاتقه تطوير المصنع، عمل طول الفترة دي كل ما يوضع على ترابيزة المائدة من البورسلين، صح كده؟ جميع أنواعه، فنجان، طبق، أي تاني؟ حضرتك احنا بنعمل بنخدم القطاع المنزلي. كم منتج عندك؟ أنا مش عارف بكم المنتجات، مش عارف عندهم. وأنا عايز أقول لحضرتك يعني لو نتكلم بالأطنان احنا 80 طن بورسلين في اليوم الواحد. في اليوم؟ في اليوم الواحد. سعرنا منافس؟ طبعا. احنا الميزة اللي بتميز مصر الإيد العاملة اللي فيها، الكثافة العمالة في الصناعة، الخامات اللي بنجيبها من محاجرنا في مصر، في جنوب مصر مليان خير كتير. بتحتاج خامات من بره أو أنواع من الأحجار من خارج؟ بنسبة قليلة، يعني 80% من المكون بتاعنا مصر. من مصر. حلو قوي. والإيد العاملة من مصر. نصدر خامات، نصدر طبق، نصدر طبق. منتج. أنا بطلع صح. من الجبل أصدر طبق، صح، مش نص تصنيع عليك. وبصدر وبجيب عملة. أنا الحمد لله دلوقتي أكتر من نص إنتاجنا كله موجه للتصدير، 50% للتصدير ويزيد. أمريكا، أوروبا، أي عميل في العالم محتاج منتج يكون هارد وورك أو يستحمل معاه الشغل القوي وفي نفس الوقت صلب وسعره عادل، صح ولا لا؟ بالظبط. مش دي المعادلة اللي عملناها؟ بالظبط، هي معادلة الديورابيليتي. الصلابة عندنا عاملة إزاي؟ الصلابة إحنا بنصنف هارد بورسلين، بنحرق على درجة 1350 درجة مئوية، ودي في البورسلين درجة عالية، فبتديك صلابة، قوة تحمل باستخدام الفنادق، بتديك شفافية عالية. لا دي مبهرة، موضوع الشفافية ده مبهر بصراحة. حضرتك شفت معانا وحيكون في حاجات راقية قوي، ده يدل على مدى ان الخامة طبيعية، بيور وخامة نظيفة طبعا. وبتبقى يعني كمان مش مسامية زي ما قلت لحضرتك زيرو، فبالتالي الطبق بيكون في الاستخدام صحي جدا، ما يسيبش اي ميكروب، ما فيش حاجه تقدر تتخلل الخامه نفسها. لو جالك حد ومحتاج يصنع عندك منتج من نفس الخامه بتاعتك النقيه دي اللي هو بيثق في المصريه الالمانيه بس عايز بشكل مختلف، تقدر تساعده؟ بالظبط، انا بقدر اعمل ده وعملت ده كتير. يعني مش قافل على نفسك بس فاتح الباب لا لاصحاب الافكار، حد بس عنده كميات أفكار أكيد. بكميات قابلة للتصنيع، بأفكار سواء طباعة البورسلين أو القوالب نفسها. دي عروسة النهاردة تتباع في العالم كله ويقول لك مش عارف دي مش عروسة، خليني أقول لك معمولة بورسلين تقريبا، أنا بشوفها بورسلين تمنها 16000 يورو 20000 يورو ولابسة تاج، لما نعملها في مصر احنا بدأنا بنعمل الأنتيكات دي. بنعمل، احنا بدأنا، احنا فاتية محمود دلوقتي بخلاف الموزعين بتوعه في مصر،
في محلات دلوقتي باسم فتحي محمود. بدأنا السلسلة، فتحنا فرعين، وفي فرع هيفتح كمان 3 أيام بس، وفي رابع إن شاء الله. يعني في اتجاه إن إحنا نبقى بنخاطب كل الناس، وممكن بعد كده الشباب ياخدوها يعملوا فرانشايز أو حق امتياز للعلامة التجارية. بنفكر فعلا الأفكار دي. مظبوط، ممتاز، بنفكر اللي في ده. سعرنا عالي ولا سعر معقول؟ الحمد لله سعرنا، ولا مش هتنافس بره صح ولا لا؟ هو بالضبط، أنا عشان أنافس في أوروبا وأنافس في الشرق الأوسط، أمريكا وفي البرازيل تحديدا، البرازيل وأفريقيا، فأكيد سعري منافس وكواليتي منافسة، وده اللي أنا بقدمه لمصر. مصر محتاجة نتقدم لها كواليتي زي اللي موجودة في أوروبا.